اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في حلقه جديده في يوم جديد في موقع جديد. اليوم يا اخوان طبعا مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس عشان الامور تكون حلوه ومرتبه تمام عشان تحبكم بالزياده. احنا نحبكم بس نصير نحبكم بالزياده تمام. اليوم نحكي عن اشاره الدعسه يا اخوان. دعسه اليمين اللي هي الدعسه اليمين احنا بنحكي دائما عن دعسه اليمين توجيهيه، بنحكي دعسه اليسار تثبيتيه تمام. نحكي عادة دعسة اليمين توجيهية ودعسة اليسار تثبيتية. اليوم أنا عندي دعسة تمام لنحكي عنها ونحكي عن شغلها ماشي. راح نحكي عن شغلها. الآن عندي الدعسة هاي إن شاء الله أنها تكون واضحة. طبعا أحط القدم فيها نحط القدم كاملة فيها. هاي ها هاي هاي دعسة كاملة تمام. هاي شايفين كيف حتى نمرة اجره 43 لا هي نمرة اجره 43 هاي 43 44 نمرة اجره. اذا اجره شويه جهم شكله هو او زلمه قد حاله. طيب الان بدنا نحكي عنها ونحكي عن شغلها. طيب الان لو انا جيت للدعسه هاي وجيت بدي احلل الدعسه واحلل الشغل تبعها ماشي، جاي بالشكل هذا مش جاي دعسه كامله خلينا نحكي ودقيقه يعني بالشغل المضبوط 100% تمام. ما راح اجي احكي عنها، راح اجي احكي عن التوابع تبعت الاشاره هاي اشاره الدعسه. نحكي عن التوابع تبعتها. طيب الان انا شو بثبت لي انه هاي الدعسه هي عباره عن شغل لمقبره لشخص مثلا او عده اشخاص خلينا نحكي، لكن شغلهم يعني كبير خلينا نحكي تمام. لان انا عندي الدعسه هاي مبينه واضحه دعسه كامله. ليش؟ لانه هون عندي الاصابع، عندي هون البطن تبع الاجر، عندي هون الكعب ماشي، عندي هذا الشغل كله. هاي دعسه 100%. لكن طلعوا هون هاي بصمه، هاي بصمتين، هاي ثلاث. اذا صار في عندي تاكيد انه وجود مقبره، تاكيد وجود واحد مقبور او وجود انه في ناس مقبورين جوا تمام. الان الدعسه هاي جاي معها توابع. التوابع الاولى الدعسه نفسها متصل اتصال مباشر مع هذا الجرن يا اخوان تمام، اتصال مباشر مع الجرن نفسه. طيب الجرن نفسه في عليه اللي هو الفاصل ما بين هاي وهاي، والله العليم انه يكون في مصيده تمام. فهمت هسه كيف هاي؟ الله العليم انه يكون في مصيده. ليش؟ لانه اتصال الدعسه مع الجرن نفسه ماشي، وجود هاي اثبات انه وجود مصيده او وجود افخاخ او وجود اي شيء ممكن انه يخرب الدنيا تمام. الان الجرن هذا اللي عندي تمام، الجرن هذا نفسه اتصال مباشر مع بصمه توجيهيه. اذا في عندي اتجاه تمام. الدعسه لما نيجي على الكعب، لما نيجي على الكعب نفسه راح نلاقيها غاطسه اكثر من يعني الكعب نفسه غاطس، يعني صاير زي الجرن اكثر من الامام، يعني اكثر من فوق، يعني جايه غاطسه بالاتجاه اللي هو اتجاه الكعب تمام. اذا صار في عندنا توجيه عكسي. هسه بدي اقول التوجيه عكسي ما في، لا في توجيه عكسي، عندي توجيه عكسي، عندي توجيه تمويهي هذا هو، وعندي توجيه عكسي. التوجيه العكسي متصل مع جرن، يعني متصل مع جرن تثبيت لوجود مغارة أو وجود مقبر صغير تمام، مع اتصال مباشر هون مع وجود هاي. طيب وهذا الجرن متصل مع بصمة تثبيتية مع اتجاه. طيب لوين بدي أوصل في الآخر؟ يعني أخذت الدعسة هاي وأخذت الجرن هاي وأخذت إنه مؤكد عليها وجود البصمات اللي حطوها أو حطوا الإشارة هاي أو دفنوا الميت هون تمام، تأكيد البصمات موجود. الآن وين راح يوصلني ها لأي نتيجة؟ راح أظلني ماشي متتابع مع الإشارة التوجيهية تبعت الجرن ماشي. الآن تتابعي مع الإشارة راح ينزلني بالسيال هات، وين راح ينزلني؟ راح ينزلني جرن ثاني تمام. يعني دعسة اتصال بالجرن توجيه سيال جرن ثاني اوكي. اذا ما عندي
توجيه بعيد، عندي توجيه في نفس المكان، إذا تثبيت حتى لو كانت إجر يمين أو دعسة يمين تثبيت موجود. ليش التثبيت موجود؟ لأنه له توابع. لو إنه الدعسة يمين ما فيها خلينا نحكي توابع، كان قلت لكم خلاص هاي والله اتجاه بدنا نقيسها من هون لهون ونروح باتجاه، لكن هون في عندي توابع إلها، يعني نزلت معي مع تابع أول، مع سيال، مع تثبيت، مع كذا ما كذا لعند الجرن. طيب وصلنا لعند الجرن، وصلنا لعند الجرن، الجرن مع سيال، الجرن نفسه مع سيال، سيال نزولا ل الإشارة هاي اللي بنعرف شو هي، تمام؟ اللي انتوا دائما تقولوا لي بتضلك تحكي لنا إشارة لجف إشارة لجف إشارة لجف، يا اخوانا بنعرف شو هي إشارة الحفر، نزولا مع إشارة الحفر طلع كيف الإشارة، كيف ترتيبها صار. دعسة الكعب نازل لجوة، متصل اتصال مباشر مع الجرن، الجرن متصل مع توجيه، تثبيت توجيه مع جرن مع إشارة لجف. إذا خلصنا الشغل. طيب تثبيت إشارة اللجف وإشارة الشغل عليها شو هو؟ تمام، نسأل تامر. إيش يا تامر؟ هذا هو صح؟ دقيقة يا أخوان، تمام. تثبيت الإشارة اللي هي مكان الحفر إيش هو؟ عندي مكان حفر هيو، ماشي، عندي إشارة المغارة، هيا إشارة المغارة تثبيتا مع وجود سيال نازل بنفس اتجاه مكان الحفر زائد البصمات، تمام، للي اجوا اشتغلوا في هاي المنطقه هاي البصمات تبعتهم. شفتني يا باسم؟ تمام، هاي البصمات تبعتهم اللي هي تثبيت المكان بالضبط 100%، تمام. يعني صار في عندي تثبيت لمكان الحفر للناس اللي اشتغلوا فيها، لسه في هون كمان بصمات، وقلت لكم انا وجود البصمات بالشكل هذا اللي احنا شايفينه، تمام، انه تثبيت هاي هون لسه في بصمات، ماشي. ليش وضعت هاي البصمات؟ وضعت انه في ناس اشتغلت على هاي، وضعوا البصمة تبعتهم او زي ما سووا مثلا خلينا نحكي ورقة وكل واحد اشتغل فيها كتب اسمه عليها، تمام، وقع عليها. اذا صار في عندي دعسة يمين، ماشي، يمين او يسار بغض النظر، لكن انا عندي توجيه فيها اللي هو الكعب الغاطس، تمام، مع اتصال مباشر مع الجرن، مع اتصال مباشر مع اشاره التوجيه البصمة هاي، يعني مباشره جدا، يعني هاي طلعوا حتى فيش يعني في كسره صغيره، يا ماشي، بتتصل بين الجرن وبين هاي، مع وجود سيال، مع وجود جرن كمان، مع نزول الجرن باتجاه إشارة اللجف، مع وجود تثبيت، تمام، مع وجود التأكيد اللي احنا حكينا عنه اللي هو البصمات، تمام. طيب لو بدنا نيجي نفحصها، طبعا الـ 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 الإشارة إشارة المغارة جاي بالاتجاه هذا، إذا صار في عندنا توجيه بسيط إنه عند هون، يعني في المنطقة هاي. لو بدنا نيجي نفحصها مثلا، ماشي، ما بديش افحصها بايدي، انا بدي اخلي مثلا تامر يفحصها. بتقدر تفحصها يا تامر؟ تمام، بدنا نخلي تامر يفحصها. الان تامر شو بده يسوي؟ بده يحط الاشاره بظهره، تمام، يعني بده يحط الاشاره بظهره، لكن الحركه اللي راح يتحركها، لانه المنطقه قريبه، يعني المنطقه قريبه حواليه، الحركه اللي راح يتحركها حركه بسيطه، ما راح يتحرك بسرعه، لا، حركه بسيطه. هاي تامر مثلا الإشارة هيها صارت بظهره، وهسه شغال هو على الفحص، وانتو بتعرفوا تامر بفحص 100%. إذا صار في عندي تسكير، تمام؟ أنت سكرتها تامر ولا سكرتها لحالها؟ سكرت لحالها، تمام. الآن حط الإشارة، شوف لحاله هو حط الإشارة على يمينه واشتغل على يساره، واشتغل بالاتجاه هذا عشان يعرف وجود المغارة قديش، تمام؟ هاي سكرت معاه هون، اوكي، هسه بده يحطها على يمينه ويشتغل بالاتجاه اللي هو الثاني، تمام. هسه شو صار معاه هو؟ سكرت معاه هون في المنطقة هاي، لكن هون مدت بزيادة، وهون اعطتنا خلص الاتجاه هذا اللي هون. ليش مدت بزيادة هون وليش سكرت هناك اسرع؟ تمام، يعني صار اتجاه المغارة بالشكل هذا هيك، ماشي، مش بالشكل هيك، لا، بالشكل هذا. نرجع للإشارة كمان مرة، نرجع للإشارة، نطلع على جرن المغارة الموجود هذا هو، تمام، إن شاء الله يكون واضح.
هذا هو الجرون، جرون مغارة موجود. اتجاه المغارة مسكر من هون، لكن اتجاهها توجيهها رايح هيك، شايفينه رايح هيك مثل ما فحصها تامر، فحصها بالطريقة هاي، ما فحصها هيك، ما سكرت معها هيك، لا صارت زي مستطيل رايح بالاتجاه هيك، تمام. إذا الإشارة شكل بيضاوي بشكل نفس الشكل هذا تقريبا، تمام. إذا الإشارة اللي عندنا صحيحة 100% وتوجيهية 100%، تمام. إشارة الدعسة، إشارة الدعسة مع التوابع تبعتها تأكيد للشغل صحيح 100%، ماشي. يعني استفدنا انه مش كل دعسه هي توجيه، يعني مش كل دعسه بدي اروح باتجاه وامشي واقعد الف في الصحراء عشان اعرف وين راح. هاي ممكن هاي ممكن احكي انها توجيه، تمام. ممكن اجي احكي انها توجيه بالاتجاه هذا. طب لو رحت انا بالاتجاه هذا وين بروح؟ مثلا باجي هون، طب عندي اشاره هون، طب هاي معقول للدعسه؟ طب هاي الاشاره معقول للدعسه؟ طب هذا اللجف هذا اللي هون معقول للدعسه؟ طب هاي الجرون اللي هون معقول للدعسة؟ ماشي. طب هاي الجرون اللي هون معقول للدعسة؟ طيب هون مثلا هون وجود جرون، شايفينها؟ وجود الحجر المتحرك اللي فيه اللغز هذا، ماشي. وجود جرون هذا معقول هذا تابع لإشارة الدعسة، تمام. إذن اعتمدنا انه ما فيها توجيه، اعتمدنا انه ما طلع جرون. قديش هون طلع جرون محلى، تمام. اعتمدنا انه الدعسة جاي معها توابع، يعني ما في عندي شغل بعيد. ليش حطوا معها توابع هون؟ لانه المنطقة عبارة عن مقابر، المنطقة عبارة عن مقابر، تمام. المنطقة هي عبارة عن مقابر، ما بقدر حتى وضع الاشارة، ما بقدر انه يحط اشارة توجيهية، لانه هو نفسه راح يتخربط، نفسه هو راح يتخربط، تمام. طبعا احنا بنشكر البرن علينا هسه عشان بيخرب علينا قاعد. على كل الاحوال هاي الاشاره اللي حكينا عنها، اشاره الدعسه مع التوجيه تبعها مع 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 اشاره اللجف مع التثبيت مع الى اخره، وان شاء الله الامور طيبه، وان شاء الله تكون استفدتوا من هاي الحلقه، مش حلقه الدعسه اللي انتم بتسالوا فيها، تمام. تثبيت الشغلات الامور هاي فهمتوها، وفهمتوا كيف انها بتيجي من الكعب نازلة اكثر. اذا في عندي توجيه ثاني مش توجيه اللي باتجاه الاصابع او باتجاه الامور هاي، تمام. ان شاء الله انه الجميع استفاد، وان شاء الله انه الجميع. شاي تامر معاكم، بحييكم، يعطيكم العافيه. الله يعافيك. تابعونا، تنسوش اللايك وتكبسوا الجرس، تمام. شكرا. اهلا وسهلا فيكم.